عقد مجلس النواب جلسة جديدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث بحث عددا من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة. وقد وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لعام 1971 في شأن هيئة الشرطة. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تمت إحالة 7 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة لإقرارها، فضلا عن إحالة عدد من التقارير الصادرة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وشهدت الجلسة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 سنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، واستعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون. ارتأت اللجنة إن مشروع القانون المعروض أضاف مزيدا من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية والتوقيع على الجزئيات التأديبية، مما يساهم في تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على ترسيخ قيام الانضباط والاقدامية بين افراد هذه هيئة الشرطة. بتستهدف المؤسسة الامنية، يعني الامن والامان في كافة ربوع الوطن، وده بيتم من خلال وزارة الداخلية اللي بدأت عملها من سنة 1805، وعلى مدار تاريخها عبر هذه السنوات قدمت تضحيات وبطولات من خيرة ابنائها من أبناء الشرطة بين شهداء ومصابين، عرفانا أو إيمانا بمصداقية بقدسية واجبهم الوطني نحو هذا الوطن من تقديم هذه البطولات. وبوافق من حيث المبدأ على القانون، مشروع القانون. وفي الحقيقة أنا بنتزع هذه الفرصة وأوجه كل التحية والتقدير إلى هيئة الشرطة المصرية، إلى معالي السيد وزير الداخلية والسادة مساعدي السيد وزير الداخلية والسادة مديري الأمن في المحافظات وكل قطاعات الشرطة المصرية. في الحقيقة إن الشرطة المصرية يعني ضربت أروع الأمثال في الحفاظ على الأمن المصري الداخلي، وفي الحقيقة ما فيش أبلغ من إحنا نقول له كل عام وهم طيبين، كل عام وشرطتنا بخير، كل عام ومصرنا بخير وبلدنا بخير، ونتمنى إن شاء الله إن إحنا نشوفهم دايما في كل تقدم وازدهار. الحقيقة إن محدش يقدر ينسى الجهد الكبير اللي بتقوم بيه وزارة الداخلية وجهاز الشرطة، ومن خلال مجلسنا الموقر إحنا بنرسل كل التحية والتقدير لجهاز الشرطة وزارة الداخلية والشهداء الوطن اللي ضربوا أروع الأمثلة في التفاني وحب الوطن، واللي قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. فكل التحية لشهداء الوطن لأسرهم. ومن خلال مجلسنا الموقر إحنا بنأكد على دعمنا لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية ومشروع القانون المعروض. القانون مر عليه ما يزيد عن 50 عام، فكان إلزامي إدخال بعض التعديلات لدعم قطاع وجهاز الشرطة، ولذلك سيادة الرئيس إحنا بنؤكد على موافقتنا على مشروع القانون وشكرا. وعقب استعراض آراء النواب، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي، حيث يتضمن تعديلا لمعايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحاطة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.